you think of Neymar? He was good. He scored twice, yeah? Yeah. Okay. But who's your favourite player? Is it not Mitrovic? Okay, cool. It's not. What's your name? Philip. 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 How old are you, Philip? Four. You like Neymar? Yeah. You like Al Hilal? Yeah. Or Al Nassr? Yeah. Al Hilal. Al Hilal? Yes. Al Nassr. Oh, it was a good match, yes. Yes, I think Al Hilal looked good. Yes, we liked Mitrovic, we liked Milenkic Savic, good players. Neymar was good as well, so that's always good. So, yes, very good. كمنيف العنزي من حفر الباطن أنا جاي. نعم بخصوص المباراة. أول شيء ألف مبروك للزعماء الفوز مستوى نتيجة. والحمد لله لعب العالمي نيمار وغير جو المباراة كامل. والحمد لله اسيستين وأبدع للأمانة ما شاء الله. شيء عبد الله فرحان عادل مسعود للهلال قسم بيت له. الله. إيه جاي من أبا عشان الهلال. ما شاء الله. طيب كيف شفت المباراة؟ المباراة مرة حماس. حماس مرة نيمار مرة يفوز في اللعب. متروفيتش ما قصر والله. إيه فاجين بس ستة. طيب نيمار يمشارك صح؟ إيه. كيف شفت اللعب؟ زين. ممتاز. طيب إيه جو شكرا جمهور الهلال شكرا إدارة الهلال شكرا للعيب اللي جو بالمباراة. لطيف سطان قحطاني. طيب أنت اليوم شجع الهلال وشفت مباراة جميلة وأحداث كثيرة ولاعبين مستوى عالميين. نعم. عجبت المباراة؟ الصراحة الأهداف ويعني ومهارات نيمار خطة هذا الشيء. خطة ما حد يدخل الملعب صح؟ صح. أنا علي قحطاني. أنت هلالي ها؟ هلالي. والله عجبني في المباراة الأجوال الكثيرة والكل جول ورا جول. جول ورا جول يعني أهداف كثيرة صح؟ مرة. أنا بسألك خاصة عن نيمار. والله نيمار يعني يوم جاء الهلال سوى شيء مرة كبير. حتى الجمهور قاعدين يصيحون نيمار. طيب وش تتوقع ان الهلال حق البطوله؟ ان شاء الله الله يبارك. عبد الله القحطاني حلوه ايش عجبك فيها اكثر شيء؟ هدف ياسر الشهراني. ليش طيب؟ عجبك؟ لانه نط وشات. طيب نيمار لما شارك شفت الجمهور تتحمس؟ ايه. عبد الله السلام القحطاني. مالك شفت الهلال اليوم شفت مباراه على مستوى عالي واحداث كثيره ما شاء الله. مشاركه نيمار كيف شفت مشاركه نيمار؟ مشاركه جميله ولاعب عالمي ويستاهل نادي الهلال. معك عبد الحارثي الله يحييك. اليوم كيف شفت المباراه؟ كيف مشاركه نيمار بالذات؟ صراحه ابهرنا نيمار بلعبه ما شاء الله تبارك الرحمن. لافته جدا جميله ما شاء الله تبارك الرحمن. زين كيف تشوف مستوى الهلال يتصاعد مع تقريبا الفني والجسس اخبار المباراه واهداف كثيره في يعني مستوى الهلال يعني في البطوله العربيه غيره في الدوري؟ نعم صحيح. الهلال ما شاء الله تبارك الرحمن مستواه من القمه الى القمه وباذن الله انه راح ينافس عالميا بحول الله وقوته. محمد وليد محمد العنزي. اي صف اي عمرك؟ عمري 11 صفي سادس. طيب محمد ايش عجبك اليوم في المباراة؟ عجبني الاهداف ونيمار دخل والجمهور. زين ايش؟ ريان فيصل العتيبي. كم ريان؟ عمري 10 سنوات. اي صف؟ صف رابع ابتدائي. انت تشجع هلالي؟ اكيد الهلال. اكيد. اليوم شفت المباراة؟ اليوم مباراة كويسة وبالنسبة لنا تمرين وكان كان في بعض أخطاء من اللاعبة وكان في يعني إصابات لبعض اللاعبة وكانت مباراة ممتعة. طيب وش اللي عجبك وش اللي ما عجبك في المباراة؟
اللي ما عجبني في المباراة لعب الرياض. ليش؟ كله تكسير. طيب وش رايك مشاركة نيمار؟ مشاركة نيمار هو اللي ساعدنا على الفوز. يا خليل اليوم طبعا اللعب كان مرة حلو الصدق، ويعني استانسنا وكان ممتع المباراة، لكن كان يعني في إصابات يعني تجي يعني كذا، لكن كانت المباراة حلوة وممتعة يعني. فرحنا سجلنا أول هدف، كان مرة فرحة الهلال، ثاني هدف، ثالث هدف، كان مرة فرحة. بس يعني يمكن يوم سجلوا هدف شو اسمه الرياض يعني كنا انقهرنا شوي، بس لكن مرة الفرح كان علينا إنه يعني قهرنا هدف، لكن الحمد لله نشكر ربنا نفزنا، والحمد لله أن نفزنا. كيف مشاركة نيمار اليوم؟ مرة ممتعة، والحمد لله أن آخر لحظة فوزنا واستمتعنا والله في المباراة. عبد المجيد الدريس مشجع هلالي، اليوم شفت المباراة وكيف شفت المساعد رقم المستوى الفني للهلال في المباراة؟ المستوى الفني للهلال ما أسميه أنا مستوى فني، أنا أسميه روح الهلال. روح الهلال ما تختلف سواء بتعاقدات جديدة أو بتعاقدات قديمة، الهلال هو الهلال، روحه فارضة نفسها. اسمك الكريم؟ معاذ محمد العنزي. نعم. معليك سؤال؟ ها؟ شجع الهلالي طبعاً، يوم ست المباراة، وش أحسن شيء عجبك في المباراة؟ وش الشيء اللي ما؟ والله أول شيء عجبني أداء نيمار، دخل يمكن 30 دقيقة وسوى شيء. سوى أشياء. إيه. طيب، رغم إنه إيش دخل بس وقت بسيطة. طيب، شوف كيف شو مستوى الهلال بعد مشاركة نيمار؟ والله تغير. وأشكر فهد بن نافل على الصفقة الجيدة. عبد الرحمن رياض اليوسف. عبد الرحمن في الهلال، ايش اللي في المباراة؟ ايش؟ ايش اليوم لفت انتباهك في المباراة؟ وش اليوم شفت انتباهك؟ تواجد نيمار والله. ما في أحد من الجماهير يعني ينكر هذا الشيء. طيب وش اللي معجبك في المباراة؟ والله البلنتي اللي شاته سالم، كان المفروض شوت نيمار. مبروك سلمان اليوم مباراة. أهلا بيك. طيب سلمان وش عجبك اليوم في المباراة؟ نيمار. طيب الهلال فريق قوي ولا النصر ولا الاتحاد ولا الاهلي؟ هيبة. زعيم. هاي من جد. عارفين اسمك كريم؟ علي حسن مجرشي. علي حسن، انت مشجع هلالي. ايه. وش اليوم عجبك في المباراة؟ البلنتي. البلنتي. ايه. طيب الاصابات؟ والله اللعب العنيف. والله اقول يعني احنا فزنا، واهم شيء يشدون نفوسهم يعني الفريق الثاني لا يكسرون زيادة. والله مشاركته أنا حمستني إن قلنا بخلاص بنفوز مدام نيمار معنا بنفوز أكيد. طيب وش رسالة جمهور الهلال؟ حاب إنه ما يحضرون مباريات. والله نيمار ما شاء الله عليه الكلام، لاعب يستحق. توب.